اوكي، حكينا هواي عن منتجات ابل بالفتره الاخيره وصار لازم ننوع. واحده من افضل الشركات واكبر الشركات اللي تجذب اهتمامي فيما يخص الاندرويد هي سامسونج، اللي مو فقط تصنع اجهزه رائعه لكن تجرؤ على صناعه شيء جديد ومختلف بين الحين والاخر. وواحد من احلى الاجهزه اللي صنعتها اكيد راح يكون الزد فولد او الهاتف المنطوي. طبعا اكيد اكو الزي فليب او الزد فليب اللي هو الصغير اللي هو شاشه كامله وتنطوي يصير جهاز صغير، لكن اليوم راح نحكي عن الجالكسي زد فولد 3 اللي راح يتم اصداره قريبا، اللي هو الجيل الثالث من هذا الموبايل، واللي اجت بسامسونج هاي السنه بتغييرات، بعضها قد يكون ايجابي، بعضها قد يكون عالي جدا، والبعض الاخر سلبي، راح نتطرق لها كليتها واحد واحد. وعلى الرغم من انه حصل على بعض التغييرات، لكن هاي التغييرات ما كانت بحجم او بمقدار التغييرات اللي صارت بين الجيل الاول والجيل الثاني. لكن التغيير الاكبر بهذا الجهاز راح يكون انه يدعم الاس بن، الاس بن مثل ما شفنا انه كان حصريا موجود بسلسله النوت، لكن سامسونج قررت بدايه هاي السنه انه تطرح الاس بن كاكسسوارات اضافيه مع سلسله الاس 21 الترا حصريا. فالاس بن اللي موجود بالنوت يختلف عن الاس بن اللي موجود بالاس 21 الترا، لانه في النوت راح يكون داخل الجهاز، بالاس 21 الترا راح يكون كاكسسوارات اضافيه او اختياريه خارج الجهاز، او ممكن تشتري كيس تقدر تخلي بيهم اثنيناتهم، لكن الفكره مختلفه بين هذا الجهاز وهذا الجهاز. ومع الاسف هاي السنه ما راح نشوف نوت 21، لذلك راح يكون عندنا الفولد الجيل الثالث يدعم القلم. ممكن الفكره اللي راح يعمل بها هي نفس الفكره اللي مطروحه حاليا بالاس 21 الترا، ان يكون كاكسسوارات خارجيه او كاكسسوارات اختياريه مو اجباريه، يعني تقدر تشتريه لكن ما تقدر تخليه داخل الجهاز مثل ما هو موجود بالنوت. والشيء الاخر المختلف بهذا القلم انه راح يكون مصنع خصيصا لجهاز الفولد الجيل الثالث، لانه الاس بن اللي موجود بالاس 21 الترا او اللي موجود بالنوت اثنيناتهم مصنوعين من مواد مختلفه، ممكن تعرض الشاشه اللي موجوده على الفولد للاضرار، لانه الشاشه مصنوعه من مواد مختلفه عن النوت وعن الاس 21 الترا. شاشة النوت وال21 الترا مصنوعة من مادة زجاجية او غوريلا جلاس مثل ما نسميها، لكن شاشة الفولد مختلفة لانه مصنوعة من مادة او محطوط عليها مادة بلاستيكية جدا رقيقة فوق الشاشة. هاي المادة تختلف عن المادة الزجاجية، لذلك القلم المستخدم راح يكون مختلف حتى لا يسبب اي اضرار للشاشة الخارجية. لكن ما نعرف اذا كان الاس بن اللي راح يجي ويا الفولد راح يعمل على الاس 21 او النوت او لا، او العكس، والعكس اكيد راح يكون غير ممكن لانه هذا الشيء راح يسبب ضرر للشاشة مال الفولد الجيل الثالث. انا بالنسبه لي اشوف انه مساله القلم مو مساله جدا ضروريه، لكن الجهاز لما تفتحه راح يعمل بصيغه التابلت. اكيد ممكن بعض الناس تستفاد من القلم خصوصا بالرسم وما الى ذلك وبعض الاجراءات. بالنسبه لي افضل اذا اجى القلم انه يكون مبني داخل الجهاز مثل ما موجود بسلسله النوت، ما اتمنى اشوفك اكسسوارات خارجيه، واذا شفتك اكسسوارات خارجيه على اكثر ما راح اخذه. انتم شنو رايكم بمساله القلم؟ اتركوا لي بالتعليقات رايكم اذا تحبون تشوفون هذا القلم مع الجهاز مبني داخل الجهاز، او تحبون تشوفونه كاكسسوارات اضافيه، او انه اصلا ما تفضلون وجوده نهائيا تستفادون من المكان المستخدم له. وبما انه مكملين الفيديو فشنو رايكم تضغطون لايك للفيديو، تشتركون بالقناه حتى لا تفوتكم اي فيديوهات من الفيديوهات اللي اقدمها. التغيير الثاني بهذا الجيل والمختلف عن الجيل السابق هو راح يكون الكاميرا الاماميه في الشاشه الكبيره او الشاشه الداخليه، ولهي المره راح ينتقل من مجرد خرم صغير في اعلى الشاشه الداخليه الى تحت الشاشه، يعني راح يكون مبني تحت الشاشه غير مرئي. وعلى الرغم انه هاي التكنولوجيا جديده جدا، لكن سبق وشفناها في موبايل ZTE Exon 20 5G. وصحيح انه امكانية وجود هاي الكاميرا تحت هاي الشاشة اكيد راح يكون رائع جدا، وراح ينطيك مظهر لائق للشاشة بحيث تكون كاملة 100% من دون اي خرم، من دون اي ناتش، من دون اي فتحات، من دون اي شيء. لكن هاي الكاميرا لها سلبياتها، وشفنا سابقا انه جودة الصورة في هذا الموبايل او الموبايل الاول المطروح عالميا انه يكون به الكاميرا تحت الشاشة، الجودة مالتها جدا جدا رديئة بالمقارنة مع باقي الهواتف اللي تكون بها كاميرا سيلفي عادية اكيد طبعا، بسبب انه الكاميرا مبنية تحت الشاشة، فهي من خلال الشاشة راح تحاول انه تصور وتلتقط البيانات، فهذا الشيء غير ممكن انه تصنع كاميرا
عبارة بتكنولوجيا كلش قوية بنفس الوقت تعطيك إمكانات كلش قوية بنفس الوقت تكون تحت الشاشة غير مرئية. فهذا الشيء حاليا غير ممكن أنه تعطيك كواليتي عالي وبنفس الوقت أنه تكون غير مرئية. فكاميرا تحت الشاشة أوكي فكرة حلوة، لكن نتمنى من سامسونج أنه تكون عملت على هاي التكنولوجيا بشكل كامل يخليها أنه تتميز وتطرح هاي الكاميرا بشكل متكامل مو بشكل رديء مثل ما شفنا في الموبايل السابق. وانا بالنسبة لي حاليا لو خيروني بين كاميرا بجودة عالية مثل ما موجودة حاليا بالزد فولد 2 اللي هي جي بي كاميرا جدا حلوة اللي بها امكانيات جدا عالية انه تصور وتعطي مو فقط صورة لكن كواليتي فيديو هم من مهم جدا، لازم ينظرون سامسونج لهذا الشيء، او يخيروني بين كاميرا غير مرئية موجودة تحت الشاشة بامكانيات اقل، اكيد راح اختار الكاميرا اللي موجوده او الخرم الموجود فيها للشاشه، رغم انه الخرم اللي موجود فوق الشاشه صغير جدا وغير مزعج بالنسبه لي. اوكي، من الاشياء اللي متوقع نشوفها بهذا الجهاز الجديد هو اللون طافي او الوان طافيه عكس الجيل الثاني اللي كانت الوانه كليتها الوان زجاجيه مرئيه تترك اثر بصمات. فاللون الطافي هذه الايام صارت ضروره ملحه، معظم الناس اللي تستخدم الاجهزه من دون كفر وخصوصا الفولد فول اللي يصعب تلقى بيه خيارات كثيره انه تاخذ بيها كفر وما الى ذلك، فاللون الطافي ضروره ملحه، اولا يكون عرضه اقل للاضرار وما الى ذلك، وثانيا يكون عرضه اقل للبصمات، فهذا شيء جدا جدا ملح وضروري انه كل سمارت فون الجديده القادمه انه يتم طرح هاي الالوان الطافيه على الاقل كخيار انه الناس تختار اي واحد تفضل. فاكيد اني افضل اشوف الوان طافيه، وهذا الشيء رائع جدا انه سامسونج تستمع وتقدم هاي الشغلات الجديده سنه بعد سنه. الشيء الاخر المتوقع انه راح يكون عندنا شاشتين بامكانيات 120 هرتز، مو مثل ما شفنا سابقا انه الشاشه الاماميه او الشاشه الرئيسيه او الشاشه الخارجيه كانت فقط 60 هرتز، لكن هاي المره الشاشتين راح يدعمون ال 120 هرتز، وهذا الشيء رائع جدا لانه اثنيناتهم راح يعملون بنفس الكواليتي بنفس الامكانيه، والانتقال من شاشه لاخرى ما يحسسك انه انت قاعد تستخدم جهازين، بل انه يحسسك انه انت قاعد تستخدم نفس الجهاز، خصوصا مع الوان يو اي الجديد والشيب الجديد وكل الشغلات الجديده وسرعه الانتقال بين الشاشتين، راح تحس انه انت فقط استخدمت من شاشه كبيره الى شاشه صغيره او من شاشه صغيره الى شاشه كبيره، ويبقى نفس السكرولينج والشعور نفسه واحد، واللمس كل هاي الشغلات راح تبقى نفس ما هي. ومن الاشياء الاخرى اللي ممكن نشوفها بالفولد جيل الثالث اللي هو راح يكون اقل عرضه للماء او الغبار IPX8، يعني يكون نوعا ما مضاد للماء، ممكن اذا يوقع بالماء حسب ما سمعنا انه اذا وقع لمساحه ملتره واحده لمده معينه فما راح يتعرض الى انه الماء يدخل داخل الجهاز، بسبب انه التكنولوجيا المستخدمه بالفولد فون او الاجهزه المنطويه تختلف عن التكنولوجيا اللي مستخدمه بالاجهزه العاديه. تكنولوجيا الفولد او الانطواء راح تسمح للشاشه انه تنطوي، فهذا التحرك يخليك انه ما تقدر تتحكم بالشاشه انه تكون مغلقه 100%، هذا الشيء نقدر نتفهمه، والتكنولوجيا قاعد تتغير سنه بعد سنه، وسامسونج قاعد تحاول انه تعطيني جهاز افضل جيل عن جيل، فهذا شيء جدا مهم وجدا رائع من سامسونج انه تقدم لنا هاي الامكانيه انه يكون اكثر عرضه للماء على اقل تقدير. ومع وجود جهاز جديد او جيل جديد من هذا الجهاز اكيد راح نشوف معالج جديد، ومن المتوقع انه سامسونج تستخدم سناب دراجون 888 من كوالكوم او 888 بلس الجديد كليا، اكيد هذا الشيء راح يعطيك امكانيات عاليه وامكانيات افضل خصوصا مع الون يو اي الجديد والاندرويد القادم ان شاء الله. وبالنسبه للبطاريه فما على الاسف اكو اخبار تقول انه البطاريه راح تكون اصغر عن الجيل السابق اللي كان 4500 ملي امبير، هاي المره راح تكون عندنا 4300 4250، يعني ماكو فشي مؤكد 100% لحد الان، لكن اكيد راح تكون اصغر من الجيل السابق، لكن من المتوقع انه تعطيك نفس امكانيه الشحن الجيل السابق بسبب انه راح يكون عندك معالج افضل او معالج اجدد، وراح يكون عندك سوفت وير افضل اكيد 100%. لكن شنو السبب اللي خلى سامسونج تطرح بطارية صغيرة؟ هذا الشيء مو معلوم، ممكن السبب راح يكون انه ثقل الجهاز ممكن ارفع نوعا ما، او الجهاز نوعا ما الابعاد مالته راح تكون اصغر من الجيل السابق، او انه مثلا يخلون اشياء جديدة داخلية، فهذا الشيء مو معروف لحد الان، لكن من المتوقع فقط انه البطارية تكون اصغر وبنفس الوقت تعطيك نفس الامكانية السابقة. واحد من الاشياء اللي اركز عليها في اي موبايل جديد هو الكاميرات او سيت اب الكاميرات، اللي هاي المره ما راح تكون مختلفه عن الجيل السابق من ناحيه الاداء، لانه الشكل الوحيد هو اللي راح يختلف، يعني شكلها من مجرد شكل دومينو او شكل مربع او شكل مستطيل الى شكل عمودي، انه الكاميرات يكون وحده فوق الاخرى
والفلاش اكيد راح يكون اسفلهم. وهذا الشيء الصراحه مخيب للامال انه يكون اكو جهاز جديد بهاي الامكانيات العاليه وتكون به نفس الكاميرات مال الجيل السابق، كاميرتين اصلا مال 2020 وكاميرا التليفوتو راح تكون كاميرا 2019 مال الاس 10. فهذا الشيء جدا مخيب للامال. 3 كاميرات 12 ميجا بكسل، كنا نتمنى نشوف ابجريد لهاي الكاميرات خصوصا مع الاس 20 الترا اللي اجى بكاميرات رائعه جدا. والكاميرا الوحيده اللي حصلت على الابجريد او حصلت على تحديث هي كاميرا تحت الشاشه اللي موجوده بالشاشه الرئيسيه او الشاشه الكبيره او الشاشه الداخليه اللي راح تكون مو مجرد تحت الشاشه، فانتقلت من 10 ميجا بكسل الى 16 ميجا بكسل وصارت بها امكانيه افضل حسب ما تقول الارقام، وانتقلت من فتحه عدسه 1.22 الى 1.0. اذا الامكانيه مال الاضاءه الضعيفه راح تكون افضل، لكن ننتظر طرح الجهاز في الاسواق حتى نعرف انه الكاميرا كيف راح يكون اداها، خصوصا انه هاي التكنولوجيا مثل ما قلنا جديده كليا. الشيء الايجابي جدا بهذا الجهاز انه من المتوقع انه يكون سعره اقل 20% عن الجيل السابق، فمن المتوقع انه يكون سعره بين 1600 الى 1700 دولار في الاسواق، بينما في الجيل السابق كان سعره 2000 دولار، وهذا الشيء يعتبر صعب انه مو متناول الجميع انه ممكن يمتلكون هيك جهاز، لذلك سامسونج ركزت على انه السعر يكون سعر منخفض، خلت به امكانيات افضل، خلت بعض الامكانيات نفس ما هي عن الجيل السابق حتى لا تصرف عليه مثلا ميزانيه اكبر، وطرحتها بسعر معقول نوعا ما، بالمقارنه مع مثلا باقي الاجهزه راح يكون معقول لبعض الناس، ما نقول معقول لكل الناس، لكن لبعض الناس اللي تريد تقتني هيك جهاز وهيك تكنولوجيا وهيك امكانيات اللي راح تكون سنه بعد سنه افضل. نتمنى من باقي الشركات انه تنافس تطرح هاي التكنولوجيا وتطرح امكانيات هاي التكنولوجيا باشكال جديده حتى تكون اكو منافسه، حتى يكون اكو باب انه خيارات كثيره، وبنفس الوقت انه تكون اكو اسعار بمتناول اليد، لذلك من المهم جدا انه نشوف هذا التنافس اللي موجود بين الشركه. الموعد المقرر من سامسونج او الرسمي من سامسونج راح يكون يوم 11 اغسطس او 11/8 الشهر القادم ان شاء الله، واللي راح يتم به الاعلان عن الزد فولد او الجالكسي زد فولد الجيل الثالث والجالكسي زد فليب الجيل الثالث، طبعا اسماء جدا جدا صعبه، اضافه الى السماعات اللي هي الجالكسي بوتس برو الجيل الثالث والجالكسي واتش الجيل الرابع. كل هاي الاجهزه ممكن اكثر اكسسوارات وما الى ذلك راح نشوفها بهذا المؤتمر اللي راح يكون الكتروني فقط، فما راح يكون اكو جمهور مثل ما تعودنا انه كل المؤتمرات راح تكون رقميه عبر الانترنت، واكيد بعد هذا المؤتمر راح ننزل مختصر نشرح بيه عن الاجهزه الجديده وكل الشغلات الجديده الحلوه اللي راح تطرحها سامسونج. وهذا كل شيء نعرفه لحد هاي اللحظه عن السامسونج زد فولد الجيل الثالث. كالعاده اذا عجبكم الفيديو لا تنسون تسوون لايك، تشتركون بالقناه وتفعلون زر الاشعارات. سلام.